وعن الحملة التي دشنها الناشطون لمحاسبة الضابط عمر نزار المتهم بارتكاب عدد كبير من الانتهاكات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد الخياط. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز ومشاهديكم الكرام. حياكم الله. كانت لكم وقفة احتجاجية في الناصرية ضد الضابط عمر نزار، لماذا كانت هذه الوقفة وما هي مطالباتكم؟ أخي العزيز، سمع صوتي نزف كثيرا على يد هذا المجرم، وهذه القضية تم الاعتراف عليها بشكل شخصي، وهناك العشرات من الدعاوى والشكاوى على المجرم عبر ساجون هنا في الناصرية بسبب ما اقترفته الإداخ من قتل لأبنائنا من شبابنا المتظاهرين على جسر الزيتون، وهذه قضية معروفة وأيضا مثبتة هنا في لدى المجلس القضاء الأعلى في الناصرية والكل يعرف. بالإضافة إلى هذا جاءت الاعترافات الأخيرة للمجرم الآخر جميل الشمري، وأعطى بالكلام الواضح والعلن وإفادة علنية واحتلال علني على هذا المجرم، ولكن الجهات المختصة والجهات المعنية القضائية والحكومية وغيرها وكل الأجهزة الموجودة لحد هذه اللحظة، بالرغم بأن هذه الشكاوى هي مدونة إفادات قضائية في محكمة ديقار، لكن يعني يتخذ لحد الآن أي إجراء ضد هذا الشخص المجرم حاله وحال بقية المجرمين. هذا المجرم لم يقتل شخصا واحد كما نشاهد في بعض القنوات الإعلامية، كما نسمع كما نرى في التواصل الاجتماعي بأنه يتم إلقاء القبض على مجرم قتل كذا أو أخذ نوع من المخدرات، بالرغم بأن احنا كناشطين مدنيين هنا في محاولة إيقاف ضد كل مختلف نعم اي قضيه سواء كانت قتيل او مخدرات او غيره، لكن نقارن هذه القضيه بقتل عشرات في الناصيه على هذا المجرم. لا احد يتخذ ضده اي قضيه، ثم قضيه يعني قضيه مهمه جدا. انا اقول بالرغم من كل هذه الشكاوى في الناصيه في محكمه الناصيه، هناك ايضا اعتراف في قائد عسكري. نعم. جميل شمري، وهذا ايضا مثبت لنا نعم. نعم، هذا هو المهم بالفعل. النقطة هذه مهمة، أنه هذه الانتهاكات بعضها كما ذكرتم موثق بالصوت والصورة، وهذا يسهل على الجهات المعنية التحقيق في الأمر ومحاسبة الجناة. أخي العزيز، طبعا نحن نادى الناس نظمنا أكثر من طرق احتجاجية في ساحة الحبوب، ونظمنا أكثر من قمنا بأكثر من وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى المطالع بالتفاصيل هذا المجرم، ورفعنا لافتات وايضا على صفحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا من خلال القضية المدنيه، لان هناك الناصريه لم تبيع دماء شمالها، لان احنا يستمرون بالمطالبه بالقصاص من هذا المجرم الذي اختلفت يداه كل الجرائم في الناصريه. لذلك نقول ونوجه نداء من جديد اخر الى مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ونطالبه كمواطنين عراقيين قبل ان نكون ناشطين مدنيين متظاهرين، وهذا حقنا السوري، التظاهر حقنا السوري محفوظ لدى الجميع، نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بالقصاص. وهذه ايضا انا احب ان اوضح قضيه اخرى، وهذه قضيه اخرى من الاسباب التي لا تجعل المدينه محافظه ديقار ومدينه الناصريه تحديدا مدينه مستقره، بسبب هذا القتل وبسبب هؤلاء المجرمين ومن ضمنهم المجرم عمر نزار سعدون. لذلك هي مطالبه ايضا من هنا من الناصريه. نعم. ومن ابناء المدينه ايضا، واشكر قناتكم لانها اعطت المجال لنا لكي ننقل هذه الصوره، هي مطالبه لكل مسؤول. طيب. استاذ محمد، لكن هذه المطالبات من الناحيه القانونيه قد لا تكون مفيده، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك شكاوى قانونية تقدم للجهات المعنية للادعاء للنائب العام للقضاء، وتكون قضايا بالمعنى القانوني يعني، ويكون هناك محامون للضحايا يقدمون هذه القضايا والشكاوى على الجناة وخاصة على هذا الضابط. هل فعلتم ذلك؟ أخي العزيز، أولا
طوال الشهداء قدمت بالاسماء، اسماء المجرمين موجوده في مجلس قضاء العلا. نعم. وهذه دعاوى موجوده قبل ايام او يعني 10 ايام كانت ايضا سمعنا خبر بانه تم الغاء العقوبه عن هؤلاء واغلاق الدعوه، وهذا حسب المعلومات التي وردت الينا بانها قد جاءت من قبل وزاره الداخليه. في نفس اليوم نظمنا وقفه احتجاجيه في ساحه الحبوبي. وكان هناك ايضا تصعيد، واذا كان قطع للجسور واذا قطع للشوارع التقاطعات الرئيسيه بسبب هذا الخبر الذي وصل للمجتمعيين هنا في الناصريه بان هذه الدعاوى قد تم غلقها من قبل وزاره الداخليه. اذا نحن لم نسكت، وعوائل الشهداء قدمت ما يكفي، وهناك ايضا يعني هناك ايضا المعمول قدموا موجودين في محكمه الديقار يتابعون هذا الامر. لكن هناك تعرف جيدا بان الذي يستلم موقع ما دائما تجده مدعوم من جهه سياسيه، وهذه هي مشكله العراقيين ومشكله الجرائم التي تحدث في اغلب العراقيين، لان القاده الامنيين اغلبهم يدفعون جهات سياسيه نافذه ومتنفذه على الشارع العراقي. لذلك انا اعمل يعني اذا كانت كل هذه الدماء، نحن قدمنا اكثر من 136 136 اتمنى على المشاهدين وعلى ايضا على حضرتكم ان تسجلوا هذا الرقم، 136 شهيد في الناصريه، والعشرات اكثر من 100 جريح. كل هذه الارقام ولحد الان لم يتم محاصره شخص واحد من قتله او هذا الواحد. وصلت الفكره استاذ محمد الخياط، شكرا جزيلا لك، ناشط في التظاهرات من الناصريه يعني.